والدي وكلهم كابتن وائل وكابتن وليد تفرق معايا الاثنين. الاثنين. طب خلينا ناخد كابتن وائل عزت على هوا رئيس جهاز العاب الماء بين النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن وائل صديقي العزيز. خالد حبيبي يا اخويا متربي معايا يعني طبعا يعني انا سعيد طبعا حميده كده وتنور الشاشه كده حبيبي يا وائل ربنا يكرمك يا كابتن وائل ربنا يكرمك كابتن وائل. نجاحات كتيره جدا لكن صفقات اهم وكثيرا جدا للنادي الاهلي. كريم ابو داوود صفقه قويه جدا داخل جدران النادي الاهلي. تعبت في الصفقه دي ازاي قول لنا. لا كريم كريم ده لعيب يعني سوبر ستار بتاع مصر مش عايز اقول يعني. هو طبعا كان لعيب في نادي هيليوبوليس واحنا تشرفنا بيه ولما جه النادي الاهلي لعيب من احسن لعيبه في الناشئين على مستوى مصر واحنا النماذج دي يا كابتن خالد بنفتخر بيها بوجودها في النادي الاهلي واحنا كنا حريصين جدا ان يبقوا موجودين في النادي الاهلي جدا جدا جدا. عندنا صفقات غير كابتن كريم ابو داوود؟ عندنا طبعا قول لي صفقاتك ايه؟ عندنا صفقه توني وعندنا لعيب جامد قوي جدا جدا فادي هيليوبوليس برضه خدناه من النادي وخدناه النادي الاهلي وهو برضه من النماذج المشرفه اللي احنا برضه سعداء بوجودها معانا. مين؟ على فكره الاثنين توني وابو داوود مواليد 2004 يعني كويس. احنا واخدين صفقه تنفع الناشئين وتنفع العمومي يعني يبقوا موجودين معانا في الناشئين وفي عمومي عشان يكملوا معانا فتره طويله ما شاء الله ان شاء الله بمشيئه الله. وخدنا طبعا اثنين لعيبه من الزمالك كويس مروان ومحمد فوزي برضه مروان لاعب 4 كاس عالم فوزي لاعب كاس عالم ما شاء الله توني وابو داوود لعبوا كاس العالم اللي جاي بتاع مرحلتهم واللي فيهم ان شاء الله لان هم لعيبه مبشره واقوياء. ابو داوود كريم ابو داوود يعني فيجرز في الووتر بولو في مصر وانا بقول لك احنا عدما وسلوكا ولعبا الاثنين الاربعه اللي قلنا صراحه حاجه مشرفه النادي الاهلي وقيمه واضافه وان شاء الله هتلاقي نتائج كويسه قوي الفتره اللي جايه. خلصت كل الكلام في كريم ابو داوود والصفقات بس عندنا اربع العاب تانيين اخبارنا ايه في نجاحات في كل العاب الماء عندنا او كل العاب الماء. حبيبي طبعا انت تشرفت وقابلت لامي مختار طبعا المشرف الفني على الفرق وعامله نتيجه كويسه عامله اعداد كويس قوي للفرق واحنا يعني زي ما بقول كده تيم ورك هايل. لامي شخصيه قويه وجميله وفنيه من احسن من احسن الناس اللي في مصر وفي افريقيا كلها. عندنا السباحه الحمد لله لعبنا 4 6 مرات دلوقتي كسبناهم في الناشئين في بطوله القاهره. عندنا الطويله بنستعد عشان عندنا بطوله الطويله بتاعت القاهره ان شاء الله. تمام. عندنا الغطس ان شاء الله عندنا بطوله الجمهوريه بتاعت الغطس ان شاء الله في شهر 11. الووتر بولو هيبدا برضه في شهر 11 وان شاء الله يعني نجاحات تتوالى مع مش وائل عزت المجموعه اللي مع وائل عزت انا بفتخر بوجودها معايا لان الناس كلها بتشتغل بتعمل شغل وبتخلص في النادي الاهلي. بتطلع النتيجه الجميله دي. كابتن وائل عزت دايما بنفتخر بيك بصراحه شديده وانت رئيس جهاز العاب الماء وانت لاعب وانت كابتن وانت رئيس جهاز العاب الماء لكن دائما وابدا بنلاقي شويه ايه دروب كده او لا الامور دايما في السباحه بيكون في كلام كتير يعني دايما انت عارف بصراحه شديده يعني ده ترند عندنا احنا لازم نبقى متعودين عليه يعني بص حضرتك اقول لحضرتك انا اول سنه لما دخلت غير دلوقتي بعد فتره خلاص تمرست على الموضوع لا ما بيرضوش سواء عملت شمال او يمين مش هيرضوا. كلمه ليهم عايزك تقول لهم كلمه كده والله احنا بنقول لاولياء الامور احنا اولادكم دول في عينينا واحنا عايزين نوصل لكم ان احنا نادي ابطال ونحافظ على الابطال ودايما ابدا احنا مطلوبين بنتائج فما فيش حد بيجي على اولادكم بالعكس انا كل ما ابنك يبقى كويس وبيعمل نتيجه كويسه احنا دورنا ان احنا نكبره ونوصله وان شاء الله يسافر بطوله عالم ويسافر اولمبياد ويكسب احنا ابطال. اقول لحضرتك على حاجه الاولمبياد اللي فاتت احنا لازم طبعا انت عارف كل الاولمبياد لازم 2 3 لعيبه سواء السباحه الغطس برضه طلع من عندنا مع عبد السلام احنا يعني ده مفرخه للمنتخب دي حقيقه فاحنا بنحافظ على الاولاد وايدنا في ظهرهم الصراحه برضه بشكر مجلس الاداره والنشاط الرياضي الناس مش لا تقول جهد ان احنا لما بنطلب حاجه تساعدنا سبونسر بيجيبوا بالذات بتوع السباحه انت عارف حضرتك اللي بيسافروا امريكا بطولات لو عايزين يطلعوا بيساعدونا الناس المجلس الاداره والنشاط الرياضي عارفين ان احنا بنرعي الابطال فالناس في ظهرنا والحمد لله بنعمل نتائج يعني نقول مشرفه للنادي الاهلي الحمد لله. يا كابتن وائل نورتني وشرفتني ودايما بكون سعيد بيك والف مبروك على الصفقات وان شاء الله نبارك لك على سيزون باذن الله في نجاحات اكتر في المرحله اللي جايه. واحنا بنتشرف بيك يا كابتن خالد وسعداء وعلى طول احنا انت اضافه للنادي لقناه النادي الاهلي واضافه للنادي الاهلي انت كنت بطل في مصر وبطل الهاندبول يعني. حبيبي يا كابتن وائل ربنا يكرمك. كابتن وائل كلامك كلام كويس قوي. بتدرس ايه؟